نعم أفضل بكثير. أولاً سأحتاج قلم المكياج. سأبدأ برسم حول جفني هكذا. ثم سأستخدم قلماً أبيض لإضافة المزيد من الخطوط. سأكرر الرسم عليها لجعلها سميكة. ثم سأستخدم عدة ألوان لإضافة بعض التفاصيل. حان وقت إضافة بعض البريق. الجليتر الذهبي مثالي لهذه الإطلالة. سأستخدم حشوة الشعر هذا. سأبدأ بأكبر حبة ومن ثم الأصغر. سألف شعري حول الحشوتين لتغطيتهما. ستبقي ربطة الشعر كل شيء في مكانه. وربطة شعر أخرى. تحتاج كل شجرة إلى زينة. هذه النجمة جميلة وسأضعها على القمة.